بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، حضور هذا الميدان، جمهور هذا الميدان، حيث ننقل لحضراتكم وقايع واحداث هذا المهرجان الختامي الذي يقام هنا على أرضية ميدان اللبسة وبإمارة أم القيوين. وفي هذه اللحظات ينطلق شوطنا العاشر، والشوط العاشر مخصص للجعدان المحليات أصحاب السمو الشيوخ، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لجمهور هذا الميدان والمشاركين. بالحقيقة نحن بنحود لكي نوافيكم بمجريات واحداث هذا الشوط صلهوت في المركز الاول لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم، راشد بن سالم بالشاوي الاخفلي. النقله على جلمود، جلمود ياتي في ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد. النقله على المركز الثالث ياتي ظبيان، ظبيان ياتي في ثالث المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان، احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. النقله على الهاوي، الهاوي ايها الاخوه والكل بالحقيقه هاوي الناموس، الكل يعشق الناموس الملكي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضم الى سلود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بارش بن مبارك بالقوبع، النقله على الهاوي ياتي في رابع المراكز، الهاوي ولا في خامس المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. مطر بن لاحج الهاجري، هكذا هي النتيجه، هكذا كانت النتيجه للخمس المراكز، ذعناها على حضراتكم بالوفاء والتمام. ونحن نسير، نحن نسير ونعود، والعود احمد الى مقدمه الشوط، نعود الى سلهود السلاله المعروفه دائما وابدا في هذا العالم الساحر، هذا العالم الجميل، عالم رياضه سباق الهجن العربيه الاصيله. الله لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم، راشد بن سالم بالشاوي الاخفلي، بينما اللي يليه جلمود، جلمود ياتي على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي بين نقله على المركز الثالث، ظبيان ياتي على ثالث المراكز، ظبيان بالحقيقه عينه على موقع متقدم، عينه على المركز الاول لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان. احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ينتقل الى الهاوي، انتقل الهاوي، الهاوي ينتقل من موقع الى موقع، وديروا بالكم من الهاوي، ديروا بالكم من الهاوي، وهو يحمل هذا الشعار الذي دائما وابدا يعشق المركز الاول لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بقياده المضمر. بالحقيقه احد الشباب المضمرين في هذا العالم المميز دائما وابدا، مطر بن لاحج الهاجري. النقله على سلهود ايضا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع. خمسه مراكز ايها الاخوه كلهن في موقع واحد، خمسة مراكز كلهن على موقع واحد ويتنافسن بنفس المنافسة حتى هذه اللحظة، ولن تصدر أي أوامر. ولكن ماذا جرى؟ ماذا طرى على أول المراكز؟ ماذا فعل جمهور جلمود بالحقيقة في أول المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم؟ الخطير بالحقيقة دائما وابدا خطير على أول المراكز، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الهاوي، الهاوي ولا ظبيان، الهاوي من الجانب الثاني لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد ال مكتوم. مطر بن لاحج الهاجري، النقله على ظبيان، ظبيان بالحقيقه، واقولكم ديروا بالكم من ظبيان، ينتقل من موقع الى موقع، وهو يستعرض بالحقيقه بقوته الممتازه على ارضيه هذا الميدان لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان ال نهيان، احد الشباب المضمرين بالحقيقه الانيق
السائقين في هذا العالم بالحقيقة المميز. أحمد بن خلفان بالسائق المزروعي الشاب اللطيف، النقلة على سلهود، يلا يا راعي سلهود، يلا يا مضمر سلهود. طارش بن مبارك بالقوبع أيضا عينه بالحقيقة، مضمر الشرق الأوسط اللي صاحب اسمه محمد بن راشد المكتوب. طارش بن مبارك بالقوبع، النقلة على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس يأتي شهاب في خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم آلي نيبو. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، هكذا هي النتيجة. فابيان غير النتيجة على ما أعتقد، فابيان خذ المقدمة، فابيان عينه على المركز الأول، خذ المركز الأول. ولكن أرى جلمود بالحقيقة يبغي يسترد الحقوق المنهوبة. فابيان اللي اسمه الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان أيان الهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وجلمود هنا يأتي على ثاني المراكز، ينتقل إلى المركز الأول بالحقيقة ويسترد موقعه المميز المعتاد في كل ميدان دائما وابدا. هذا الشعار لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي والهاوي، الهاوي الهاوي، مرحبا بك ابو عمر، ينتقل من موقع الى موقع وهو يقود هذا الشعار، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب بقياده المضمر مطر باللاحق الهاجري. النقله على سلهود، سلهود ياتي على رابع المراكز، سلهود ياتي على رابع المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس شاب يأتي على خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب سعيد بن سالم النيبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، لحظات الكيلو الأخير، لحظات الأمتار الأخيرة، الأمتار الحرجة لمن الشوط، لمن الناموس، لمن المركز الأول. يا سلام يا جلمود، جلمود في المركز الأول، الهاوي ويعشق المركز الأول، هاوي المركز الأول. الله يا ربيان، ثلاثة كلهم في موقع استراتيجي، موقع حساس بالحقيقة، ونتمنى التوفيق دائما وابدا لهذه الشعارات التتقدم والناموس بالحقيقة في هذه الختاميات. جلمود سيطر، جلمود سيطر، جلمود في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والهاوي، الهاوي الهاوي على ثاني المراكز، الهاوي مسيطر سيطرة قوية على ثاني المراكز وصامد أيها الإخوة، وينتقل ولا ما ينتقل، يبغي ينتزع المركز الأول. الله يا اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لمن؟ الهاوي غير على أول المراكز، الهاوي سيطر على المركز الهاوي، الهاوي بالحقيقة، تهانينا والناموس لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب، تهانينا والناموس لمطر باللاحق الهاجري بمناسبة فوز الهاوي المركز الثاني. جلمود اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث، ظبيان اسمه الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان المركز الرابع، سلهود صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم خامس المراكز. ايها الاخوة، المركز الخامس كان من نصيب اللي هو شهاب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة للمراكز الخمس، دعناها على حضراتكم بالوفو التمام. تهانينا والناموس بالحقيقة للهاوي المملوك لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس لمطر باللاحق الهاجري بمناسبة فوز الهاوي بالمركز الأول.